بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 64 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن، باعثها مستمع يقول أبو الياس اليافعي، يسأل ويقول: إذا جئت أصلي مع الإمام التراويح، فهل يحق لي أن أخرج في الانتهاء من ركعتين أو أربع وأتمم الوتر بعدها، أم يجب علي أن أتابع الإمام حتى ينتهي من صلاة التراويح كاملة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الأفضل والأكمل أن يصلي مع الإمام التراويح كاملة ولا ينصرف إلا مع الإمام، ليحوز بذلك الأجر الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيه بقوله: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا فضل عظيم. أما أن ينصرف قبل الإمام بتسليمتين أو أربع تسليمات فهذا جائز لا بأس به، ويختمه بالوتر، يعني يوتره لنفسه، هذا جائز. ولكن الأكمل أن يستمر مع الإمام حتى ينصرف، إلا إذا كان له عذر يتطلب عدم إكمال المتابعة مع الإمام فإنه يصلي ما تيسر له مع الإمام ويختمه بالوتر، والله تعالى أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من الرياض، باعثها مستمع يقول المرسل أبو مجاهد ورمز إلى اسمه بالحروف حاء وسي، يقول: أنا شاب قد تبت والحمد لله من ذنوب كثيرة، ولكن بقي علي ذنب يلازمني أتوب منه ثم أعود فيه بعد وقت آخر، وقد أعزم أني لا أعود فيه، ولكن الشيطان يوقعني في هذا الذنب، وقد عاهدت الله مرارا أني لا أعود فيه وعدت فيه، حتى إني عاهدت الله عند البيت الحرام وعلى المصحف أني لا أعود في هذا الذنب وعدت، فأنا أتوب وبعد فترة أعود وأقع فيه، فما المخرج من هذه المعصية؟ وهل العهد كاليمين؟ وهل له كفارة؟ وإذا كان له كفارة فكم أكفر؟ فقد نقضت العهد وأحيانا أحلف من هذه المعصية حوالي 7 مرات، أي تكفي كفارة واحدة أم بكل مرة كفارة؟ أستوني مأجورين، جزاكم الله خيرا. الحمد لله الذي من عليك بالتوبة من هذه الذنوب، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وأما هذا الذنب الذي ينازعك نفسك إليه ويدعوك إليه الشيطان كل مرة تتوب ثم تعود إليه فهذه مصيبة، ولكن الحمد لله ما دمت تشعر بالندم وتتوب ثم تعود ثم تتوب فهذا دليل على الشعور الإيماني الذي في نفسك. فعليك بالعزم، عليك بالعزم والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وعليك بالدعاء أن يعينك الله على ترك هذا الذنب. فإذا عزمت عزيمة صادقة واستعنت الله سبحانه وتعالى ودعوته وتركت هذا لله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى سيعينك على تركه. فالمهم أن لا تضعف أمام هذه المغريات، وأن يكون لك إيمان قوي وتوكل على الله سبحانه وتعالى ورغبة فيما عنده. ومن شروط صحة التوبة العزم على أن لا يعود إلى الذنب. وأما ما سألت عنه من الكفارة فنعم، عهد الله كله هو يجب به الكفارة. إذا كررت هذه
هذه الأيمان وهذه العهود على ترك هذا الذنب عدة مرات ثم تعود إليه قبل التكفير، إنها تجب عليك كفارة واحدة، لأنها أيمان موجبها واحد وهي على شيء واحد، فتتحد كفارتها فتكفر كفارة واحدة وهي إطعام رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، يعني كسوة 10 مساكين لكل مسكين ثوب، ومن الإطعام لكل مسكين كيلو نصف من الطعام لا يعادل نصف الصاع. وإذا لم تجد شيئا من هذه الأمور الثلاثة، الإطعام أو الكسوة أو العتق، فإنك تنتقل إلى الصيام تصوم 3 أيام. قال تعالى: كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم يعني كسوة 10 مساكين، أو تحرير رقبة. هذا على التفصيل، فمن لم يجد هذا على الترتيب، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، كما علمت منكم أن هناك أسبابا معينة تعين على التوبة، وأذكر أنكم ذكرتم منها البقعة التي يعيش فيها الإنسان، المجتمع الذي يعيشه الإنسان، هل من كلمة حول هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا. نعم، من الأمور التي تعين على التوبة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، أن يجانب مصاحبة الأشرار الذين يدعونه إلى المعصية، وأن يخالط الأخلاق ويجالس الطيبين، ويبتعد عن الأشرار الذين ربما يكونون هم السبب في إيقاعه في هذا الذنب الذي يتوب منه ثم يرجع إليه. قد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تستري منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. وحذر من جليس السوء وشبهه بناحس الفيل، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة وتجلسك عنده. وأيضا من الأسباب الابتعاد عن البيئة الفاسدة، وإلى أول انتقال إلى البيئة الطيبة، يعني البلد الذي تكون فيه المعاصي ويكون فيه كثرة الأشرار والمغريات، تنتقل منه إلى بلد طيب، أي طيب بأهله وطيب بمجتمعه. ولذلك شرعت الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، الهجرة انتقال من بيئة فاسدة إلى بيئة صالحة، لأن ذلك مما يعين على طاعة الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لو أدنى للإطعام شيخ صالح، إذا أطعم المساكين، اجتمع له 10 مساكين فأطعاهم في غداء أو عشاء أو فطور، هل يجزئ ذلك؟ نعم، ذلك يجزي عند المحققين من أهل العلم. طيب، لو غدى المساكين أو عشاهم أجزاه ذلك على الصحيح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول المرسل رمضان السيد ماضي، يقول: ماذا أفعل؟ أنا الآن أعزب، هل أحب أم أبدع في مشروع الزواج؟ جزاكم الله خيرا، علما بأن علي دين لإخوتي من ميراث أبي، هل يصح الحج إذا حجيت أم لا بد من الدين أولا والزواج؟ جزاكم الله خيرا. الدين إذا كان مالك لا يتسع لسداد الدين ونفقة الحج، فإنك تبدأ بسداد الدين، لأن قضاء الدين مقدم على الحج، لأنه لا يجب عليك الحج حتى تستطيع ذلك بمال فاضل عن حاجتك وعن سداد ديونك، عن حاجتك للنفقة ونفقة من تمونه وعن سداد ديونك، بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أوجب الحج على من يستطيع السبيل، وهو وجود الزاد والراحلة الفاضلين، أن يوجد الزاد والمركوب المناسب في كل وقت الفاضلين عن حاجته وحاجة من يمونهم، وكذلك عن الفاضل عن سداد ديونه الحالة، إن هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة. الدين مقدم على الحج، أما الدين والزواج فهذا فيه تفصيل. إذا كنت تخشى على نفسك من الفتنة إذا لم تتزوج، فإنك تبدأ بالزواج من أجل إعفاف نفسك، ولأن الزواج في مثل هذه الحالة التي تخاف فيها على نفسك من الفتنة، الزواج من النفقات الضرورية فهو مقدم على الحج. أما إذا كنت لا تخشى على نفسك من الفتنة فإنك تقدم الحج، إذا كنت لا تخشى على نفسك من الفتنة لعدم الزواج فإنك تقدم الحج، لأنه ركن من أركان الإسلام، قد استطعت السبيل إليه فيجب عليك الحج. جزاكم الله خيرا. زماننا في صالح كيف تصورونه؟ جزاكم الله. زماننا كغيره من الأزمان، الله المستعان، الأشخاص يختلفون. نعم، منهم من يخشى على نفسه من الفتنة لقوة الشهوة ولقوة الشباب، فهذا في كل وقت يقدم الزواج، قدم الزواج على الحج. على الحج، نعم. نعم. أما الإنسان ما ليس عنده نزعة إلى الشهوة، نعم، ولا
يخاف على نفسه من الفتنة وعنده مال يستطيع به الحج فإنه يقدم الحج لأنه مستطيع للحج. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين يقول أحمد السيد الكامل، رسالته مطولة لكنها تدور حول جملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، إذ يناقش ويقول ما رأيكم في الجهر بها أثناء الصلاة، هل هو واجب أو لا؟ وجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. المستحب في الاستعاذة والبسملة الإسراء الصلاة، الإصرار بها بهما في الصلاة، ويستعيذ بالله من الشيطان سرا، وكذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل القراءة سرا، لأن الأحاديث تدل على ذلك، كما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، دل على أنهم كانوا يسرون البسملة ولا يجهرون بها، هذا هو السنة. وإن جهر بالبسملة في بعض الأحيان فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا عن زكاة الراتب في الصالة ويقول لي راتب قدره 1000 ريال أحيانا يجتمع وأحيانا لا ينتهي العام إلا وقد تفرغ، كيف تنصحونني في أمر الزكاة والراتب جزاكم الله خيرا؟ الزكاة إنما تجب في النقود لا حال عليها الحول، إذا تم لها حول عندك أو في مكان تحفظها فيه لا تجب فيها الزكاة، إلا إذا أنفقتها قبل تمام الحول إنها لا تجب فيها الزكاة لعدم تحقق شرط الوجوب، لما في الحديث لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول. ولكن هنا مسألة وهي يكثر السؤال عنها، وهو الموظف الذي يدخر من كل راتب من رواتبه شيئا وينفق منه ويضع فيه وهكذا ولا يدري ما تم الحول عليه وما لم يتم الحول عليه، ففي هذه الحالة يجعل له شهرا من السنة موعدا لإخراج زكاته إلى مثله من العام القادم، فمثلا إذا كان في شهر رمضان أخرج زكاة المتجمع لديه ما تم له الحول فإنه أخرجها على تمام الحول، وما لم يتم فإنه يكون قد عجلها، والتعجيل جائز أسيما في عند الحاجة، ولا يسعى الناس إلا هذا. الموظف الذي له دخل شهري ويوفر منه ويأخذ منه وهكذا لا يسعه إلا أن يجعل له شهرا معينا من السنة يخرج فيه زكاة ما اجتمع لديه في هذا الشهر إلى مثله من العام القادم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الأخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه يسأل سؤالين، في سؤاله الأول يقول بعض الناس إذا مات منهم شخص يأتون بمن يقرأ القرآن على ميتهم، وفي اليوم الثالث يكلف أنفسهم كثيرا من طعام ومبالغ تدفع لمن يقرأ القرآن، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، وهو بدعة ولا ينفع الميت بشيء، الواجب نحو الميت أن تنفل فيه السنة من الإسراع في قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه، والإسراع بتجهيزه والإسراع في تغسيله وتكيينه والصلاة عليه ودفنه، هذا هو المشروع في حق الميت. وكذلك إذا أراد أن ينفعه بشيء فليتصدق عنه على المحتاجين ويدعو له ويستغفر له، هذا هو المشروع، ويحج عنه ويعتمر، لا سيما إذا كان عليه حجة الإسلام أو عليه نذر حج أو عمرة، فإنه يسدد ذلك عنه من تركته، يسدد ذلك عنه من تركته، وإن لم يكن له تركة وسدد عنه تبرعا فهذا عمل حسن، هذا هو الذي ينفع الميت، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وكذلك إذا ذبح له الأضحية، إذا ذبح الأضحية ونوى أجرها له سواء ذبح له أضحية مستقلة أو أشركه مع نفسه ومع أهل بيته هذا عمل طيب أيضا، وفيه أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى، لأنها سنة وشعيرة وفيها منفعة للفقراء والمحتاجين وتوسعة على أهل البيت وشكر لله سبحانه وتعالى، فهي قربة تنفع الحي والميت. أما استئجار المقرن وعمل الطعام وصنعة الطعام بعد الوفاة فهذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من البدع من النياحة، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على أن هذا بدعة ولا ينفع الميت. وإذا كانت التكاليف
هذه الإجراءات مأخوذة من التركة فهذا ظلم للورثة، وإن كان الميت عليه ديون وتركت ديونه وأقيمت هذه الإجراءات فهذا ظلم للميت أيضا وظلم للغرماء. الحاصل أن هذا عمل لا يجوز لأي حال من الأحوال. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: هل من الضروري قراءة سورة الفاتحة خلف الإمام في المدة التي يتوقف فيها الإمام بقراءة ما بعد الفاتحة من القرآن الكريم؟ على كل حال قراءة الفاتحة مشروعة خلف الإمام في الجملة، فإذا قرأها في سكتات الإمام أو في الصلاة السرية صلوات النهار فهذا عمل يبرئ الذمة إن شاء الله وفيه احتياط. أما إذا كان الإمام يقرأ فهل على المأموم أن يقرأ الفاتحة وهو يسمع لقراءة الإمام؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والأرجح والله أعلم أنه لا تجب عليه القراءة بل يجب عليه الاستماع. قوله تعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله: نزلت هذه الآية في الصلاة، والذي يقرأ الفاتحة لا يكون مستمعا لإمامه بل يشوش على نفسه ويشوش على إمامه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الذين يقولون إن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ما رأيكم في هذا القول الصالح؟ هذا قول وجيه. هذا قول وجيه، لأن الله أمرنا بالاستماع والإنصات في قراءة الإمام، وقراءة الإمام الفاتحة وتأميم المأموم عليها يعد قراءة للجميع. فإذا قرأ الإمام الفاتحة والمأموم يستمع ثم أمن بعد فراغها كان كالذي قرأها. ويستدل لذلك بقوله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واسدل على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما. الذي دعا هو موسى عليه السلام، وقال موسى وهارون يؤمن على دعاء موسى. قال الله تعالى: قد أجيبت دعوتكما، فجعلهما داعيين، الذي دعا والذي أمن. فهذا دليل على أن تأمين المأموم على قراءة الإمام أنه بمثابة قراءة الفاتحة. بطبيعة الحال هذا في الصلاة الجهرية، صلاة الجهرية الحصرية فالمأموم يقرأ الفاتحة على كل حال. بارك الله، لأنه ليس لا يدخل تحت قوله وإذا قرأ القرآن واستمعوا له، لأنه لا يسمع قراءة الإمام. بارك الله، ليس هناك محذور شرعي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى ليبيا لنقرأ رسالة المستمعة فائزة أحمد. أختنا تسأل 4 أسئلة. في سؤالها الأول تقول: هل يجوز للفتاة أن تتزوج من رجل لا يصلي وهي عاقدة العزم على إقناعه وتحبيب طاعة الله إليه؟ لا يجوز هذا ولا يصح العقد. لا يصح العقد لامرأة مسلمة على رجل لا يصلي، يعني يترك الصلاة متعمدا، لأنه كافر. الله تعالى يقول: لا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. قال تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فلا يصح عقد العقد النكاح للكافر على مسلمة، سواء كان كافرا أصليا أو كافرا مرتدا. والذي يترك الصلاة متعمدا هذا كافر مرتد. وأما أنها تقول إنها عازمة على أن تراقبه في الصلاة، فهذه أمنية أماني. الواجب أنها تشترط عليه قبل العقد أن يقيم الصلاة، فإذا أقام الصلاة فإنها يعقد لها عليه. أما إذا لم يقيم الصلاة فإنه لا يعقد لها عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل فضل قراءة القرآن الكريم من المصحف كالاستماع إليه من الأشرطة؟ القراءة أفضل من الاستماع. القراءة كون الإنسان يقرأ ينطق بالحروف وبكلام الله عز وجل هذا أفضل من الاستماع، بقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. فالقراءة أفضل من الاستماع، سواء كان الاستماع لقارئ أو لأشرطة. جزاكم الله خيرا. تقول: أمسح أذني من الخارج مرة واحدة فقط، إذ أني لا أستطيع أن أمسح من الداخل بوجود التهاب، فهل يجوز ذلك؟ المسح يكون من الداخل ومن الخارج، من داخل السماق ومن خارجه. نعم. يعني تدخل أصبعيها السبابتين مبلولتين بالماء في خروق الأذنين. نعم. وتدير الإبهام على ظاهر الأذنين فتمسح ظاهرهما وباطنهما. طيب. وما أظن المسح اليسير أنه يثير الحساسية. طيب. إنما ذلك في الغسل. طيب.
المسح اليسير لا يضر، عليها أن تترفق في المسح طيب ولا تبالغ في المسح، ويكفي هذا إن شاء الله. إن شاء الله جزاكم الله خيرا. تقول: عندما تأخذ مني إحدى صديقاتي أو قريباتي شيئا مثلا ككتاب أو قطعة ملابس أو نقود فهي لا ترجعها وأخجل من مطالبتها، ولذلك قررت ألا أعطي أحدا شيئا، وذلك بأن أقول ليس عندي مع أنه عندي، فهل هذا جائز أو لا؟ إذا كنت تخشين من واحدة أنها لا ترد العارية فلا يمنعك هذا من إعارة الباقين الذين يردون العارية، تكون امرأة واحدة أو شخص واحد يسيء استعمال العارية أو لا يردها لا يمنع من إعارة الباقين الذين يردون العارية. قال الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، توعدهم. ومنع الماعون هو منع العارية، مراد بالماعون ما يحتاجه الناس عارية كالقدر والقدح والحبل والفاس وما أشبه ذلك، كله يسمى معون. ولهذا يرى بعض العلماء وجوب الإعارة إذا كان المستعير محتاجا ومأمونا على ردها، إنه يجب عند بعض العلماء، والجمهور على أن الإعارة مستحبة لما فيها من بين المعروف والإحسان. أما كون بعض الناس يسيء في العارية هذا الشخص المسيء لا يعار، أما بقية المسلمين فيعارون. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ سالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله.